بما ان امبارح كان الفالنتاينز داي والدنيا اتملت دباديب حمرا يمين وشمال، فانا النهارده جاي احكي لك احلى واجمل وارق واكتر قصه حب رومانسيه ممكن تسمعها في حياتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايب قلبي، اهلا بكم، وتعالوا نتعرف على ابطال قصتنا. بطله قصه النهارده اسمها زينب بنت محمد ابن عبد الله، وبطل قصتنا اسمه ابو العاص ابن الربيع. وانا عارف انك لماح، وساعه ما سمعت اسم السيده زينب رضي الله عنها وارضاها عرفت انها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وابو العاص بن الربيع كان جوزها. قصة الحب اللي ما بينهم كانت قصة حب مستحيل تسمع زيها. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته الرسالة كل ازواج بناته حبوا يدوله رسالة ان احنا كلنا ضده. قريش بقت تروح لواحد واحد منهم، طلق مراتك بنت النبي عليه الصلاة والسلام عشان تبعت له رسالة ان احنا مش معاك ولا عمرنا هنؤمن بيك، وبالفعل يطلق. كلهم يعملوا كده ما عدا واحد، ابو العاص بن الربيع. مهما قريش كانت تضغط عليه يقول لهم ابدا زينب دي حبيبتي وقرة عيني، مستحيل ابعد عن زينب او اسيبها حتى لو هي اسلمت، وانا هفضل على ديني. وده اللي حصل فعلا، السيدة زينب تسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وجوزها ابو العاص يرفض الاسلام. السيدة زينب حبيبها وقرة عينيها جوزها ابو العاص بن الربيع نفسها يسلم ولكنه لا يسلم، فيبقى نفسها انه اغلى رجلين عندها في الدنيا ابوها صلى الله عليه وسلم وجوزها عمرهم ما يوقفوا في وش بعض، وده فعلا حصل. ما كانش في عداء واضح ما بين ابو العاص بن الربيع وما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لان دوام الحلم من المحال، ففي يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم يقرر الهجره. المسلمين هيطلعوا من مكه ويروحوا المدينه، ولكن السيده زينب تختار ان هي تفضل مع جوزها حبيبها اللي مستحيل تقدر تستغنى عنه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقبل اختيارها ويهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وتفضل السيدة زينب مع جوزها في مكة. وبعد أشهر قليلة تحصل غزوة اسمها غزوة بدر. الكفار هيروحوا يلاقوا المسلمين في الحرب الأولى ما بين الكفار والمسلمين. السيدة زينب تفاجأ إن جوزها أبو العاص بن الربيع من الناس اللي بتتجهز إنها هتطلع لحرب النبي صلى الله عليه وسلم. صدمة ما بعدهاش صدمة، ونفسها إن ده عمره ما كان يحصل، ولكنها مش عارفة تعمل إيه. رايح فين يا أبو العاص؟ ده أبوي. ولها ودور الأهل والعشيرة. تحاول معاه مهما تحاول مفيش نتيجة، وأبو العاص يطلع مع الجيش. يلتقي المسلمين مع الكفار في غزوة بدر، وربنا سبحانه وتعالى يكتب الانتصار للمسلمين، وأبو العاص يبقى أسير في إيد المسلمين. سيدة زينب تسمع الخبر وتعرف إن جوزها بقى أسير عند النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمع في نفس الوقت إن النبي قابل الفداء، إن الناس تبعت حاجات تفدي بيها الأسرة بتوعها، فالأسرة ترجع في مقابل الفداء. ايه اغلى حاجة عند السيدة زينب ومفيش اغلى منها؟ تفدي بيها جوزها حبيبها اللي مستحيل تقبل انه يفضل في الأسر. تدور وتلاقي عقد السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها اللي كانت اهدته لها، تاخد العقد وتحطه في الفداء بتاع الأسرة وتبعته للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في وسط اصحابه بياخد الفداء بتاع الأسرة ويبص يشوف العقد اللي هو عارفه كويس أوي أوي أوي. ما هي دي بقى قصة حب أكبر من القصة حتى اللي احنا بنتكلم عليها. يشوف عقد السيدة خديجة النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه في ساعتها، حبيبته اللي سندته ووقفت جنبه اللي عمرها ما تخلت عنه اللي عمره ما اتجوز واحدة زيها، فيرى العقد ويعرف إن السيدة زينب بعتها عشان تفدي جوزها. فيبص للصحابة فيقول لهم طيب ممكن تطلقوا الأسير ونرجع لها العقد. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يشوفوا أدب النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان ممكن يقول لهم هنرجع العقد ونطلع الأسير، ولكنه يستأذنهم صلى الله عليه وسلم اللي مفيش منه أكمل الرجال وأفضلهم حبيب الله عز وجل. فالصحابة يقبلوا وجوزها يرجع ليها، بس معاه رسالة في غاية الأهمية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له زينب ما بقتش تحل ليك، ربنا سبحانه وتعالى أنزل آيات في القرآن يحرم زواج المسلمة من غير المسلم، فلما هترجع لزينب هتقول لها انه خلاص ما بقاش ينفع نفضل مع بعض، وان ربنا سبحانه وتعالى فرق ما بين المسلمة وغير المسلم، وبالتالي انت لازم ترجعي لأبوكي في المدينة. ابو العاص اللي كان على كفره اي نعم، ولكنه كان راجل وكان صادق، ياخد الرسالة ويوصلها زي ما هي. انا عايزكم تتخيلوا معايا لثواني بس زينب اللي كانت هتتجنن على جوزها ومستنياه دي، وهو داخل عليها بيقول لها مكانك انت ما بقيتيش تحلي ليا، اركبي الحاجة اللي أنا جاي فيها دي هترجعي بيها تاني لأبوكي، وما بقيناش أزواج. أي واحدة كانت مكانها كانت ممكن تقول له طب ومين قال إن دي الحقيقة؟ وأنا إيش عرفني إن أنت بتقول حاجة صح؟ طب أنا مستنية بقى بابا بنفسه يقول لي. كانت هتقول أي حجة عشان تفضل مع جوزها اللي هي بتحبه حب ما حدش حبه لحد قبل كده. ولكنها لما جاء أمر الله خلاص مفيش تلت التلاتة كام، ربنا فرق ما بيننا، ما عنديش كلام أقوله، وتروح زينب للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قبل ما تزعل وتفتكر إن القصة انتهت على هنا، القصة ما انتهتش. تدور الأيام وأبو العاص بن الربيع يسلم ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويرجع تاني للسيدة زينب
ازواج محبين حب مفيش زيه. بس اهم حاجه انا عايز اقولها لك من القصه اللي فاتت دي كلها، انه مهما كان الحب اللي ما بين اتنين، امر ربنا سبحانه وتعالى مقدم على الحب ده ويحكم عليه. الحب نفسه مش حرام، ولكن ممارسه الحب ده بنعمل ايه بعد ما بنحب. ربنا سبحانه وتعالى اللي قال ان اي علاقه ما بين انثى وذكر تبقى حرام ما عدا علاقه زواج. شوفوا رد فعل السيده زينب اللي هي كانت مراته اصلا لما ربنا فرق ما بينهم، خلاص ما لهاش حل، لازم امشي. فربنا سبحانه وتعالى لو انتوا اتنين لسه ما جمعش ما بينكم في الزواج، انتوا ما يحلش ليكم من بعض اي حاجه. فلو فعلا بتحبوا بعض وفعلا عايزين ربنا سبحانه وتعالى يبارك في علاقتكم دي، بتحبيه استنيه، بتحبها خليك راجل وقد حبك، قول لها انا هجتهد وهسعى وهعمل كل اللي اقدر واللي ما اقدرش عليه عشان اوصل، ولكن مش هوصل لك الا في حلال ربنا، انتظرين واجتهد، ولو ربنا سبحانه وتعالى كانت من نصيبك هيكتبها لك غصب من عن الدنيا. ولو نصيبكم مش بعض والله مهما عملت، ولكن اوعى تغضبوا ربنا سبحانه وتعالى تحت ستار الحب. واللي بيرضي ربنا ربنا بيرضيه، واللي هيغضب ربنا سبحانه وتعالى يستحمل. ربنا يا رب يرزقنا حب حلال يرضيه عز وجل ويسعدنا في الدنيا والآخر. تمام، وإلى هنا أيها السيدات والسادة ينتهي الفيديو بتاعنا النهاردة. قبل ما تمشي تنساش تعمل لايك للفيديو، لايك لصفحة الفيسبوك، سبسكرايب على اليوتيوب، وفولو على الانستجرام، شير في الخير والدال على الخير كفاية. لو حابب تبقى مدعميني على باتريون، والدعم على باتريون بيفرق جدا في الاستمرار، هتلاقي لينك الدعم في الكومنت على الفيسبوك أو الكومنت على اليوتيوب في الديسكريبشن على اليوتيوب. أنا بحبكم في الله، وكنت وحشيني جدا، وعندي أخبار كتير عايز أقولها لكم. تابعوا الصفحة هتلاقوا الأخبار الجديدة نازلة عليها قريب بإذن الله. وكان معكم أمير منير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.